السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض اوبن بيم لايتنج، هتلاقي هنا مساحة العمل، وهتلاقي هنا الادوار اللي عندك في المشروع، وهتلاقي هنا السي دي بتاعك. فتقدر تيجي هنا وتبدأ تحط الايرلي استريمر مثلا هنا اهوت، تختار بقى الريفرنس، تختار الكلاود، البروبرتيز، 3 دي لاي اوت، الزاوية بتاعتك تمام. وتقدر من هنا تختار الزاوية تعدلها، تقدر من هنا ترسم التوصيلات بتاعتك، وتقدر بعد كده تحط له مثلا الجراوندنج بوكس، تقدر تحط الكونكشن بالشكل دوت. تقدر بعد كده تشوف الشغل بتاعك في الثري دي، تقدر يعمل لك اناليسيز ويجيب لك الريبورت بالحاجات اللي موجوده في المشروع. نقدر نعمل اناليسيز، تقدر تشوف الحاجه في الثري دي بالشكل دوت. تقدر تشغل ليرات بحيث تشوف المشروع كله. التوصيلات اهيت،